ما زلنا مع كتاب العدة، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. المرأة إذا كانت معتدة، إذا كانت معتدة من عدة طلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة، ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال 3 أشهر هذه أو خلال 3 حيض وطئت، هذا الوطئ لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة، يعني يظنها زوجته فظهرت غير زوجته، مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا، أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا، فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح لأقوال أهل العلم، أو زنت خلال هذه الفترة كفترة العدة. وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر. قال: أتمت عدة الأول، تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة، تعتد مرة ثانية للوطء الذي وقع، تعتد للوطء الذي وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا، فإنها تعتد لذلك. وهناك قول آخر، وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها، وأن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني حتى لو وطئت بنكاح فاسد أو وطئت بشبهة أو زنت، فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت، وإنما الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي، يعني إذا قلنا طلقة رجعية، فالزوج هنا هو إذا كان نفى الولد عنه، إذا حملت أو شيء يقول، يعني يلاعنها، يتهمها بالزنا ويلاعنها، هنا موضوع آخر، وهذا مر بنا في كتاب اللعان. أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة وفاة، فهنا تكمل عدتها، تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك. المهم أن تستبرئ بحيضة إذا كانت في آخر عدة، تستبرئ، المهم أن نتأكد أنها ما حملت من هذا الزنا أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة، فقيل تستبرئ بحيضة واحدة. نعم.